هلا المعزوفة اللي بعدها للسيدة فيروز أعطيني النقي. Thank you.
بدي أعزف كمان مقطوعة من تأليفي ألفتها لستي اللي كانت من أقرب الأشخاص إلي وأعز شخص إلي فيه مرضت فيه كتير واستنيتها كتير تترجع وكان الكل يحكي لي رح ترجع بكرة وأنا استنيت كتير بس إجا بكرة وما رجعت موسيقار بحبه فريدريك شوبان اللي هي بعنوان فانتزي امبرومتو ان شاء الله تجيبكم